عم تتحسني وكم يوم ما بضل فيكي شي. يسلموا بنتي. قولي مين يلي اذاكي خالة سلطانة؟ ليش ساكتة وما بدك تحكي؟ صار اللي صار وانتهينا، شو رح تفرق إذا حكيت؟ خديجة هي ضربتك؟ عائشة لا تفوتي بهالمواضيع، ليكي أنا تعلمت أبقى ساكتة، أنت تعلمي. هذا معدل. اسمعيني منيح هلأ، اليوم رح يجوا بناتي عزيارة بس ما رح يرضوا يطالعوني من هون. أنت روحي وشوفيهم بدالي، قولي لهم أمكم مريضة أو قولي لهم ممغوصة شوي وشغلتها بسيطة. عائشة تحركي يلا بكفي. طيب قولي لي شو صاير له؟ أمي هلأ وينها؟ جوا تعبانة شوي. رفيف شو بقى أمي؟ عائشة اسمعي الله يوفقك لا تخبي عني، أمي شو صاير له؟ ليكي عائشة قولي الحقيقة الله يخليكي. أمي شو بقى أحكي بقى؟ عائشة هي أمي مالنا غيرها، قولي شو فيها؟ جاوبيني لا تضلي ساكتة، أمي شو صاير له؟ ليش عم تصرخوا؟ قولي لي شو فيها أمي؟ ليش أمك مين بتكون؟ سلطانة دوغان. سلطانة بالمستوصف تعرضت لطعنة بالسكين. كيف؟ طيب كيف صار هيك؟ عم نحقق بالموضوع وما عرفنا شي. شو يعني عم تحققوا بالموضوع؟ وكيف يعني ما عرفتوه؟ بدي شوفها هلا فورا. لا ولا تحلمي حتى. عم اقول لك بدي شوفها لأمي، سمعتي؟ لك وقفوا لوين رايحين؟ معكم بس 5 دقايق للطاولة بلا صوت. بنتي يا الله شو خفت عليكي. يا حبيبتي الحمد لله انك بخير. يا حبيبتي امي قولي لي شو صار لي. ولا شي يا بنتي لا تخافي. مين اللي اذاكي هيك يا روح؟ لا تشغلوا بالكم بنتي. امي مين عمل فيكي هيك؟ ما حدا عمل شي يا عمري، تزحلقت بالحمام كانت حادثه. لا تخبي علينا الله يوفقك، قولي مين اللي سوى هيك فيكي. يلا صار لازم تطلعوا بكفي هالقد. لقيتوا اللي سوى هيك؟ عم نحقق بالقصة والا ما نعرف. امتى يعني مثلا؟ بعد 6 شهور يعني؟ رح فوت على المدير وحاكي. المدير عنده شغل وما انه فاضيلك. انا ماشي يا روحي. لك وقفي لوين رايحة؟ رفيف لا لا تتحركي. وينو المدير؟ افتح الباب. وقفي عم لك وقفي رح توقعي حالك بمشكلة. وقفي اتركيني بحالي، امي بتنطعم بالسكين وانتو ساكتين وما عملتوا شي. افتح الباب افتح. ليه عم تصرخي؟ وينو المدير بدي اقول له شغله. بدي شوفي. ايه لهون وبس ستوا لي اياهم برا. تحركوا لشوف تحركوا تحركوا. بعد اتركني ولا برا بسرعه. اما ما بتفهمي انت شيء. يلا قدامي امشي. عمل لك اتركني. لك تحركي. اتركني يا امي. يلا تعي يلا طالعك من هون ما رح اتركك. لك تحركي قدامي. اتركني تحركي. شيل ايدك معي بعد اطلع لحالي. رفيف يا روحي. أختي شو رح نعمل هلأ؟ أمي مانا بأمان بهالمكان، لازم نطلعها بأسرع وقت. الوضع اللي وصلنا له بسبب نعمة خانو، هي السبب. يلا نزلي امشي بدنا نروح.